حبايب قلبي طلاب سنيور 1، ان شاء الله النهارده معانا ليسون 4 الجبرا ريليشن بتوين تو روتس. انا عندي التو روتس، ايه الروتس ده؟ الحل. فانا عايز اجيب علاقه ما بين الحل. تعالى كده افهم معايا. بيقول لي هنا x باور 2 ماينس 5 x بلس 6 ايكوال 0. ماشي، يلا بينا. دي كنت بحلها ازاي؟ لما كان بيقول لي فايند سوليوشن سيت على الكالكوليتر كنت بعمل مود ايكويشن 3 واللي يطلع احطه بعكس الساين. لا تعالى يا مستر نعملها فاكتورايز. اوكي، الاكس باور 2 كانت عباره عن اكس واكس، طب ال6 عباره عن 3 و2. تمام، 3 تايمز 2 ايكوال 6، هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. وبعد كده كنت بعمل ايه؟ اقسم الصفحه نصين، يا اما البراكت ده ايكوال 0 يا اما البراكت الثاني ايكوال 0. اودي النمبر عند النمبر، النيجاتيف يجي هنا بالبوزيتيف يبقى الاكس ايكوال 2، او هنا النيجاتيف يجي هنا بالبوزيتيف يبقى الاكس ايكوال 3. وكنت بقول له السوليوشن سيت يا اما 2 يا اما 3، دول اسمهم تو روتس، دول الحلين بتوعي. انا مش عايز بقى الحلين، لا، انا في ليسون النهارده عايز العلاقه ما بين الحلين، عايز الصام يا اما البرودكت، عايز يا اما الجمع بتاعهم يا اما البرودكت. فليهم رول، الصام كان ليه رول عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي. انا عندي البي شبه 6، الناس عارفه الموضوع ده، نيجاتيف بي اوفر اي. البي دي يا مستر كوفيشنت اوف ها الاكس، يعني النمبر اللي قدام الاكس. الايه ده يا مستر؟ كوفيشنت اوف الاكس باور 2، يعني النمبر اللي قدام الاكس باور 2. اوكي، طب البرودكت كان عباره عن ايه؟ سي اوفر اي. طب ما تيجي نعمل الموضوع ده عملي، تعالى نحلها على هنا. طيب يلا بينا نطلع الاي والبي والسي. الاي كان عباره عن 1، طب البي كان عباره عن نيجاتيف 5، طب السي كانت عباره عن الابسوليوت تيرم النمبر اللي بكل لوحده 6. طب الصام يا مستر قلت لي نيجاتيف في اوفر اي، يعني نيجاتيف نيجاتيف 5 اوفر 1، نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف يبقى 5 اوفر 1. تعالى تعالى تعالى، مش هو اسمه الصام؟ ما هو 3 بلس 2 ايكوال 5. انا بقول لك هنا العلاقه ما بينهم، عايز الجمع ما بينهم، انا مش عايزك تحلها، انا عايز بس الصام. 2 بلس 3 ايكوال 5، يبقى الرول صح. طب تعالى نعملها في السي في البرودكت، يلا بينا. سي اوفر اي يعني 6 اوفر 1 اللي هي ايكوال 6. يعني البرودكت ده التايمز، ما هو 2 تايمز 3 ايكوال 6. معايا ولا لا؟ يبقى انا هنا عايز اجيب الصام وعايز اجيب البرودكت، عندي تو رول، الصام عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي، طب البرودكت سي اوفر اي، الاي على طول عندي تحت. تعالى بقى نحل بقى. في كل مساله من دول انا عايز اجيب الصام وعايز اجيب البرودكت. يلا بين ال A equal ال B equal ال C equal ال A equal coefficient of x power 2 4 ال B equal 4 ال C equal negative 35. طيب الصام كان عندي رول negative B over A negative B over A، يعني هيبقى equal ها negative 4 over 4 اللي هو negative 1. تمام، طب عايز اجيب البرودكت، البرودكت عباره عن ايه؟ سي اوفر اي، الاي على طول عندي تحت يبقى نيجاتيف 35 اوفر 4. يبقى انا هنا جبت الصام وجبت البرودكت بس، ما فيهوش اي فكره ثانيه، مش عايزك تحلها، انا عايز الريليشن، عايز الصام وعايز البرودكت. يلا بينا نقلب الافكار شويه بقى. دي على الصوره العامه، لا، لازم الايكويشن في طرف والزيرو في طرف، ده بوزيتيف، كل ده يروح للاذر سايد بعكس الاشاره. يبقى انا عندي 3 اكس باور 2 تنزل زي ما هي، البوزيتيف يجي هنا بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 23 اكس، النيجاتيف يجي هنا بالبوزيتيف بوزيتيف 30، كل ده ايكوال 0. لازم اخليها على الصوره العامه، ما تنساش الكلام ده بقى. يلا بينا، ال A ايكوال ال B ايكوال ال C ايكوال ال A كوفيشن اوف الاكس باور 2 يبقى 3، البي ده مستر كوفيشن اوف الاكس نيجاتيف 23، السي ده مستر الابسوليوت تيرم النمبر اللي بيكون لوحده 30. عايز اجيب الصام، حاضر. الصام عباره عن ايه؟ حفظنا بقى نيجاتيف في اوفر اي، الاي على طول عندي تحت، يعني هيديني نيجاتيف نيجاتيف 23 اوفر 3، يعني الصام هيكون عباره عن 23 اوفر 3. عايز اجيب البرودكت، الرول بتاعنا
سي اوفر اي يعني 30 اوفر 3 اللي هو ب 10. تمام زي الفل. يلا بينا نعلى شويه بالليفل كمان. دي على الصوره العامه. لا وعندي تو براكتس معمول لهم تايمز، فكنت بعمل ايه ديستريبيوشن تايمز الاول تايمز الثاني. 2x تايمز x يديني 2x باور 2، 2x تايمز 2 يديني 4x. يلا بينا هنا تايمز الاول تايمز الثاني، نيجاتيف 3 تايمز x نيجاتيف 3x، نيجاتيف 3 تايمز 2 نيجاتيف 6، كل ده ايكوال 0. اجمع كل اتنين مع بعض شبه بعض، 2x باور 2 مفيش حاجه شبهها تنزل زي ما هي. بوزيتيف 4x ونيجاتيف 3x يديني بوزيتيف 1x اللي هو ما بيتكتبش. تمام يا مستر. نيجاتيف 6 ايكوال 0. اللعبه كلها اللي انا بخليها على الصوره العامه مش اكتر. يلا بينا اجيب الاي واجيب البي واجيب السي. الايه ده يا مستر؟ كوفيشن اوف الاكس باور 2 يعني النمبر اللي قدام الاكس باور 2 اللي هو 2. البي ده يا مستر كوفيشن اوف الاكس اللي هو 1. السي ده يا مستر كوفيشن النمبر اللي بيكون لوحده الابسوليوت تيرم اللي هو نيجاتيف 6. شبه البي قوي. نيجاتيف 6 يبقى الصام عندي نيجاتيف بي اوفر اي اللي هو نيجاتيف 1 اوفر 2. طب البرودكت عندي سي اوفر اي يبقى نيجاتيف 6 اوفر 2 اللي هو نيجاتيف 3. تمام زي الفل. هنعكس بقى، هنعكس. تعالى هنا، هو هنا بيقول لي 2x باور 2 بلس البي اكس ماينس 5 وعايز البي على فكره، وبيقول لك الصام ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 2. اوبا ده هو هنا مديني الصام اصلا. ما تخافش ما تخافش، خلي عندك ثقه في نفسك. تعال الاي ايكوال، دي الصوره العامه الاول. ليه الايكويجن في طرف والزيرو في طرف. اوكي الاي ايكوال 2، البي ايكوال بي، دي مش 6 ها دي بي. طيب السي ايكوال نيجاتيف 5. الصام هو بيقول لي بنيجاتيف 3 اوفر 2. طب انا عايز اعرف الرول يا مستر. حاضر، كان الصام عندي نيجاتيف في اوفر اي. طب البي عندي بكام؟ بنيجاتيف في، يبقى نيجاتيف في اوفر ال اللي هي بكام؟ ب 2. طب والصام هو مدولي بكام؟ نيجاتيف 3 اوفر 2. هنا صام وهنا صام، يبقى انا عندي نيجاتيف في اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 2. مش ذا سيم دومينيتور، يبقى انا عندي النيجاتيف بي ايكوال نيجاتيف 3. اعمل ديفايدد عن نيجاتيف يبقى البي ايكوال كام؟ 3. مستر هو انا ممكن احلها بطريقه ثانيه؟ ممكن، طالما تو فراكشن وما بينهم ايكوال اعمل كروس مالتيبليكيشن. يعني يبقى عندي ده حل ثاني على فكره، نيجاتيف 2 بي ايكوال 2 تايمز نيجاتيف 3 ايكوال نيجاتيف 6. اعمل ديفايدد عن النمبر اللي قدام الفاريبل، يبقى ساعتها البي ايكوال 3. سواء كده تمام او كده تمام، انا بس بعمل مقارنه مش اكتر، ما عملتش اي حاجه تانية. ركز معايا يا معلم، تعال نلف كده تاني عشان الايه المايك ده. if the product is negative 8 over 3 of equation 3x power 2 plus 10x minus c equal 0. يلا بينا الاي ايكوال الاي ده مستر كوفيشن اوف الاكس باور، حفظنا. طب البي ده كوفيشن اوف الاكس هنا 3، السي ده الابسوليوت تيرم. طب هنا بكام؟ نيجاتيف سي. خلي بالك من اشارته، خلي بالك من اشارته. كمل، عايز البرودكت. البرودكت عباره عن ايه؟ نيجاتيف، لا لا لا، سي اوفر اي اللي هو عباره عن ايه؟ نيجاتيف سي اوفر 3. طب هو مديك البرودكت بكام؟ مديني البرودكت نيجاتيف 8 اوفر 3. هنا برودكت وهنا برودكت، يعني ما بينهم ار ايكوال، يبقى نيجاتيف سي اوفر 3 ايكوال نيجاتيف 8 اوفر 3. ذا سيم دومينيتور برضه، يبقى انا عندي النيجاتيف سي ايكوال نيجاتيف 8. اعمل ديفايدد على نيجاتيف يبقى سي ايكوال 8. لا مستر انا عايز احلها بالطريقه الثانيه شبه اللي فاتت. حاضر، اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى نيجاتيف 3 سي ده حل ثاني ايكوال نيجاتيف 3 تايمز 8 نيجاتيف 24. اعمل ديفايدد على النمبر اللي قدام الفاريبل، او هنا نيجاتيف 3 معمول لها تايمز، تروح هناك بالايه؟ بالديفايدد. يبقى ساعتها سي ايكوال 8 از يو لايك. شوف انت عايز تطلعها كده سيم دومينيتور، او تثبت حلك بقى لو انا عندي تو فراكشن وذا سيم دومينيتور، او لو انا عندي تو فراكشن وما بينهم علامه ايكوال اعمل كروس مالتيبليكيشن. يلا بينا نعلى بالليفل شويه بقى.
بيقول لي if x equal negative 1 is 1 of the x power 2 minus 2 x plus ال x. طب هنا هعمل ايه يا مستر؟ اشيل كل x واحط negative 1. الله اكبر. ماشي، يبقى انا عندي negative 1 الكل power 2 minus 2 times negative 1 plus ال a كل ده equal 0. negative 1 power 2 equal 1. negative 2 times negative 1 positive 2 بلس ال A كل ده إيكوال 0. 1 بلس 2 بعد إذن حضرتك ما تشغلش دماغك. 3 بلس ال A كل ده إيكوال 0. أودي النمبر عند النمبر البوزيتيف يجي هنا بالنيجاتيف، يبقى ال A إيكوال نيجاتيف 3. هو عايز ال A هنا على فكرة. فايند ال A. حد عنده مشكلة؟ طب أنا لو جيت قلت لك ال X إيكوال 2، أشيل كل X وأحط مكانها 2 وأعوض. طيب تعالى بقى الأول فكرة عندي. ها بيقول لي f الروت اللي اسمه 1 بلس الاي از 1 اوف 2 روتس. يعني انا عندي 1 بلس الاي ده واحد من الحلين، مش انا كان عندي حلين هنا 2 و 3، هو 1 بلس الاي واحد منهم اوريدي. طالما انت لقيت 1 روت از كومبلكس يعني في اي، يبقى الاذر روت الكونجكيت بتاعه. مش فاهم هو ده كومبلكس ولا ريل؟ لا كومبلكس يا مستر. ليه؟ عشان في اي. اوكي، مش ده بيقول لك واحد من الحلين اوريدي الاذر روت بتاعي الكونجكيت بتاعه. الكونجكيت اللي هو ايه؟ اغير ساين الاي. يعني انا لو عندي الحل بتاعي او واحد من الروت ب 1 بلس الاي، يبقى التاني الكونجكيت 1 ماينس اي. طب انا لو عندي مثلا واحد من الحلين 2 ماينس اي، 2 ماينس اي، يبقى الحل التاني ايه؟ الاذر روت ايه؟ 2 بلس الاي الكونجكيت بتاعي اللي انا بغير ساين الاي ده ثابت معايا. يبقى انا دلوقتي لو عندي 1 روت في كومبلكس، يبقى التاني الكونجكيت بتاعه على طول وانت مغمض. طيب تمام زي الفل. طالما انا عندي ده وعندي ده، مش هعرف اجيب البرودكت اعمل لهم تايمز في بعض؟ مش هعرف اجيب الصم اعمل لهم بلس بعض؟ شوفوا عايز ايه؟ هو عايز الايه؟ الايه هنا مكان السي، صح؟ يعني انا هنا اوريدي هجري على الرول اللي فيه سي. هل هو الصم ولا البرودكت؟ برودكت، صح؟ اللي هو سي اوفر اي. طب يلا بينا. انا عندي اصلا التو روتس دول البرودكت بتاعهم، البرودكت كان عباره عن سي اوفر اي، ده الرول اللي انا عارفه. طب يلا بينا طلع لي الاي والبي كده. الاي ايكوال كوفيشن اوف الاكس باور 2 1، البي ايكوال نيجاتيف 2، السي ايكوال اي. تمام يلا بينا حطه على شكل الرول. يبقى البرودكت ايكوال اي اوفر 1 اللي هو بايه؟ اوكي، يعني انا البرودكت ايه يا مستر؟ البرودكت اللي هو الضرب بتاع التو روتس، مش انا عندي واحد وده الثاني. اوكي ايكوال اي. طب يلا بينا نعمل لهم ملتبلاي بقى في بعض. انا عارف اللي هيطلع ده ايكوال 8. يبقى انا عندي 1 بلس الاي تايمز 1 ماينس اي. ما هي البرودكت معناها تايمز ارايز، تو براكتس معمول لهم تايمز بعض، ليها حاجه من اتنين. قلت لك علماء الماس قال لك طالما دول كونجكيت نمبر فيرست باور 2 بلس سكند باور 2، ولو مش مقتنع هعملها. طيب فيرست باور 2 ايكوال 1 بلس سكند باور 2 ها ايكوال ايه؟ بس من غير الاي 1 برضه، يعني ايكوال 2. ايه ده يعني التو تايمز التو براكت دول في بعض ايكوال 2؟ مستر انا مش مقتنع. ماشي تعال يلا بينا نعمل ديستريبيوشن. تايمز الاول تايمز الثاني، 1 تايمز 1 ايكوال 1، 1 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف اي. تايمز الاول تايمز الثاني، اي تايمز 1 بوزيتيف اي، اي تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف اي باور 2. البوزيتيف اي مع النيجاتيف اي راحوا مع بعض، اتفضل لك 1 ماينس اي باور 2. هو انا عارف ان الاي باور 2 اول ما اشوفها اشيلها واحط نيجاتيف 1، يبقى انا عندي 1 ماينس نيجاتيف 1، نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف، يبقى انا عندي ايكوال 2. جم علماء الماس قالوا لك وشرحت ده في ليسون 1، قال لك رايح دماغك، طالما هم كونجكيت نمبر عندي رول فيرست باور 2 بلس سكند باور 2 بس من غير الاي. تمام خلاص، يبقى انا جبت التايمز ب 2 وانا عارف ان التايمز ايكوال اي، يبقى اوريدي الاي ايكوال 2 وده الروت عشان لو حد نسيه. فيرست باور 2 بلس سكند باور 2 بس من غير الاي. تمام زي الفل، 10 على 10 كده. تعالى لاخر فكره عندي. بيقول لي فايند الاي والبي اف التو روتس. هو هنا بقى مديك الحلين 2 و5 وعايز الاي والبي. ماشي، انا عارف ان الصام
سم ايه يا مستر؟ السم بتاع التو روتس اللي هو 2 بلس بي 2 بلس 5 ايكوال 7. طب هو السم كان عباره عن ايه؟ السم كان عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي. لا مستر تعال قول لي الاي والبي وسي. حاط الاي ايكوال كوفيشن اوف الاكس بار 2 1، البي ايكوال ها اي، السي ايكوال بي. طب الرول بتاع السم نيجاتيف بي اوفر اي، يبقى نيجاتيف اي اوفر 1 اللي هو نيجاتيف اي. طب ما انا مطلع السم ب 7، يعني انا عندي نيجاتيف اي ايكوال 7. انا عايز الاي اعمل ديفايدد على نيجاتيف هنا وهنا، يبقى انا ساعتها عندي الاي ايكوال نيجاتيف 7. تمام. يبقى انا عملت مقارنه مش اكتر. هو هنا مديك التو روتس يا ريس، 2 بلس 5 ايكوال 7. طب الرول بتاع ان السام نيجاتيف في اوفر اي اللي هو بنيجاتيف اي، يبقى انا عندي نيجاتيف اي ايكوال 7، يبقى الاي ايكوال كام؟ نيجاتيف 7. تمام. طب تعالى هنا البرودكت، البرودكت اللي هي سي اوفر اي. طب السي بكام؟ بي، بي اوفر 1 اللي هي بي. طب البرودكت اعمل لهم تايمز بعض بقى، 2 تايمز 5 ايكوال 10، يبقى ساعتها اوريدي البي ايكوال 10. هنا انا جبت الاي وجبت البي. دي يعتبر نص الافكار اللي في الليسون. في بورد ثانيه هنعلى بالليفل بقى اكتر. اوكي بي طلاب سن الرا، يلا ما احنا دخلنا صح. يلا بينا حبايب قلبي نكمل البورد الثانيه اللي على الليسون. بيقول لك فايند ذا فاليو اوف كي اف 1 اوف روتس اوف ايكويشن 3x باور 2 بلس كي ماينس 3x بلس 7 ايكوال 0. قال لي بقى ايه؟ قال لي معلومه مهمه، قال لي واحد منهم، واحد من التو روتس از اديتيف انفرس. يعني ايه اديتيف انفرس؟ انا عارف وانا صغير لو انا كان عندي ال1 الاديتيف انفرس بتاعه بغير الساين، بالعربي بغير الساين. يعني انا لو عندي نيجاتيف 2 الاديتيف انفرس بتاعه 2. طب يعني ايه مالتيبليكيتيف انفرس؟ مالتيبليكيتيف انفرس لو انا عندي 1 اوفر 2 شقلب، يبقى 2 اوفر 1 اللي هي ب 2. طب انا لو عندي كده 2 اوفر 3 وعايز المالتيبليكيتيف انفرس بتاعها تبقى 3 اوفر 2. تعالى بقى قال لك طالما انت عندك 1 اوف 2 روتس از اديتيف انفرس اوريدي، ده رول عندك ان البي ايكوال 0. تمام. يبقى طالما عندي 1 اوف روتس از اديتيف انفرس يبقى البي ايكوال 0. ماشي، وهرتب لك دماغك هنا على فكره ما تقلقش. يلا بينا ال A equal ال B equal ال C equal ال B equal 3. طب ال B عبارة عن K minus 3. طب ال C عبارة عن 7. ال A ده مستر coefficient of ال X power 2، ال B ده coefficient of ال X، ال C ده ال absolute term النمبر اللي بيكون لوحده. فساعتها قال لي additive inverse يعني ال B ده كله equal 0، يبقى أنا عندي K minus 3 equal 0. اودي النمبر عند النمبر النيجاتيف يروح للاذر سايد بالبوزيتيف، يبقى الكي equal 3. تمام، هو عايز الكي اصلا في السؤال. حلو قوي. يبقى طالما اديتيف انفرس يبقى البي equal 0. طب طالما مالتيبليكيتيف انفرس يا مستر يبقى الاي equal السي. تمام. يبقى انا عندي تو روتس هنا الاديتيف انفرس البي ايكوال 0، طب المالتيبليكيتيف انفرس الاي ايكوال سي، الاي ده كوفيشن اوف الاكس باور 2 والسي الابسوليوت تيرم. يلا بينا الاي عباره عن 2k، طب البي عباره عن 7، طب السي عباره عن، اوعى يضحك عليك بقى النمبر ده كله الابسوليوت تيرم، لا جنبه اكس ولا جنبه اكس باور 2، خلي بالك. يبقى انا عندي 2 الاي 2k اللي هو الكوفيشن اوف الاكس باور 2 قدام الاكس باور 2. طب ال7 الكوفيشن اوف الاكس قدام الاكس. طب الk باور 2 بلس ال1 دي كلها السي. حلو قوي، حلو قوي يا مستر. تمام يلا بينا. هو بيقول لي مالتيبليكيتيف انفرس، يبقى انا عندي الاي ايكوال السي، الاي بكام؟ ب2k. طب السي بكام يا مستر؟ k باور 2 بلس ال1. لازم اخليها على الصوره العامه، البوزيتيف يجي هنا بالاي بالنيجاتيف. ما انا قلت لك الصوره العامه الايكويشن في طرف والزيرو في طرف، يبقى كي باور 2 ماينس 2 كي بلس ال1 ايكوال 0. عايز الفاليو في الكي، خلاص بقى بقت فاكتورايز مود ايكويشن 3. او انا اعمل فاكتورايز هتبقى كده كي وكي كل ده ايكوال 0، ال1 عباره عن 1 تايمز 1 نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى ساعتها الكي ايكوال 1. حلو قوي. يبقى انا ملخص البورد اللي هنا دي
حاجتين. لو هو قال لي one of two roots is additive inverse يبقى ال b equal zero. لو قال لي one of two roots is multiplicative inverse يبقى ال a equal c. طب في واحدة أنا قلتها في البورد الأولى، حد فاكرها؟ آه. لو أنا عندي one of two roots is complex يبقى ال other root ماله؟ الكونجكيت. بغير ساين ال i اللي كانت هنا. جمع أفكارك وهرتبها لك هنا دلوقتي. بيقول لي if one root of equation a x power 2 minus 3 x plus 3 is double the other. طبعا انا عايز امسح ده. يعني ايه double other؟ يعني واحد twice التاني، يعني واحد ضعف التاني. يعني say لو انا عندي ال one of root ب x يبقى التاني كام؟ 2x. صح ولا لا؟ double ضعفه. تمام زي الفل. طب اعرف اجيب الصام ولا لا؟ طبعا الصام كان عندي عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي. طب والبرودكت كان عباره عن ايه؟ سي اوفر اي. طب يلا بينا طلع لي الاي والبي والسي كده. يلا بينا. هو عايز الاي اصلا، عايز السي. ماشي. الاي ايكوال كوفيشن اوف اكس باور 2 اي. طب البي ايكوال كوفيشن اوف الاكس نيجاتيف 3. السي ايكوال الابسوليوت تيرم اللي هي سي. حلو حلو. طب يلا بينا نجيب الصام لدول للتو روتس ونجيب البرودكت. الصام كان عباره عن ها x بلس 2x يعني ايكوال 3x. حلو. طب البرودكت، البرودكت البرودكت عباره عن ايه يا معلم؟ c اوفر a. لا انا عايز لدول يبقى x تايمز 2x يعني هيديك 2x باور 2. تمام. طب الرول بتاع الصام نيجاتيف في اوفر اي يعني نيجاتيف 3 اوفر اي كان مديني كام ده؟ 3x. حلو قوي زي الفل. واعمل يا عم اي حاجه عندي في الدنيا اوفر 1 واعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى انا عندي نيجاتيف 3 ايكوال 3 اي اكس. معايا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ اوعى كنت تهت. يبقى انا عندي نيجاتيف 3 ايكوال 3. هترزق هترزق في المساله. يلا بينا. دلوقتي انا عندي نيجاتيف 3 ايكوال 3 اي اكس. اعمل ديفايد 3 هنا وهنا يبقى انا عندي النيجاتيف 1 ايكوال الاي اكس. حلو. هتحتاجها هتحتاجها. تعال نكمل هنا وبعد كده همسحها. تعال لو انا عايز بقى اجيب البرودكت، البرودكت كان عباره عن ايه؟ 2 اكس تايمز اكس يعني هيديك 2 اكس باور 2. طب البرودكت كان هنا فين؟ نيجاتيف سي اوفر اي. فين السي؟ اهو. يبقى انا عندي 2x باور 2 ايكوال سي اوفر اي. اي نمبر عندي اوفر 1. تمام يا مستر الله ينور. اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى سي عندي ايكوال 2 اي اكس باور 2. بص بقى اللي انا هعمله. ها هو ده موجود في التشويسز خلاص، بس انا هقول لك بقى لو صعب عليك. طب انا عندي سي ايكوال 2 اي الاكس باور 2 عباره عن ايه؟ اكس تايمز اكس. حلو جميل. طب هو انا جايب الاي اكس بكام اصلا؟ بنيجاتيف 1. يبقى انا عندي سي ايكوال 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 اكس. يعني ممكن اقول السي كده وممكن اقولها كده اصلا، وهتلاقي دول موجودين في التشويسز. يا اما دي يا اما دي. انا بصعب عليك. لو هو مش مديك اصلا دي في التشويسز، دخلت الصم جبت علاقه، ودخلت البرودكت جبت ريليشن ثانيه، وسويتهم ببعض مش اكتر. انا حاسس الموضوع صعب، انا حاسس ان انت مستصعب الموضوع، فانا بعد اذنك هقولها تاني. مع انك ممكن ترجع الفيديو، بس انا متعود. مش عارف انا بعرف نفسي كده ليه، بس ماشي مش مهم مش مهم. انا هقولها تاني واحده واحده واحدة واحدة. هنقولها أحسن وهتفهمها بإذن الله. يلا. بيقول لي واحد من التو روتس إز دبل يعني ضعف التاني. فأنا لو عندي واحد منهم one of them لو بإكس التاني يبقى بكام يا معلم؟ 2x دبل. طيب هات لي الصام كده للتو روتس. الصام عبارة عن إيه؟ اعملهم بلس يا مستر. إكس بلس 2x يعني إيكوال 3x. طب هات لي البرودكت كده بتوع التو روتس. x تايمز 2x يعني ايكوال 2x باور 2. انا بكتب بسرعه عشان انجز. اه ماشي. 2x باور 2. طب الرول بتاع الصام عباره عن ايه؟ نيجاتيف v اوفر a. يعني ان الصام هنا هو هو الصام اللي انا لسه جايبه. ها طب نيجاتيف v بكام؟ بنيجاتيف نيجاتيف 3 يعني 3 اوفر a. يبقى انا عندي 3 اوفر a ايكوال كام يا بدر؟ 3x. اي نمبر عندي اوفر 1 واعمل كروس مالتيبليكيشن
يبقى 3x تايمز a 3ax كل ده ايكوال 3. هعمل ديفايدد 3 هنا وديفايدد 3 هنا يبقى ال ax ايكوال 1. في نيجاتيف صح؟ فين النيجاتيف؟ نيجاتيف b اوفر a. لا مظبوط، لان انا عندي البي اصلا بنيجاتيف 3، فانا بقول نيجاتيف بي، نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف. عملتها الاولى بقى تلاقيها كده بنيجاتيف، يبقى انا عندي الاي اكس ايكوال 1. هي المكالمه السوداء. ماشي، تعال نجيب البرودكت. البرودكت عباره عن سي اوفر اي. السي بكام يا مستر؟ سي، والاي بايه؟ يبقى سي اوفر اي. انا جايب البرودكت بكام؟ 2 اكس باور 2، واي نمبر ربنا خلق امه اوفر 1. يبقى انا عندي السي ايكوال 2ax باور 2. تمام زي الفل، 10 على 10. طب انا دي خلاص موجوده في التشويسز، انا جبت الحل خلاص. بس انا لو عندي c ايكوال 2a، الاكس باور 2 عباره عن ايه؟ x تايمز x. طب هو انا جايب الax بكام؟ ب1. يعني انا ممكن اشيل كل ده واحط 1، 2 تايمز 1 ب2. يبقى انا عندي c اشيل ده واحط 1 يبقى 2x. اوبا صايعه، مساله حلوه، مسألة حلوة تبين واحد مذاكر ولا مش مذاكر. تمام زي الفل، تمام زي الفل. انا همسحها طبعا، انت اكتبها ورايا بقى، انا عدتها مرتين فانت اكتبها بقى، خلي عندك دم. يلا بينا. بيقول لي f ال L والM are the two roots of equation 1 over L plus 1 over M plus B over C equal كام يا مستر؟ حاضر. هو انا دول مش معمل لهم بلس؟ هما دول زي سيم دومينيتور اصلا؟ لا، لازم اخليهم ذا سيم دومينيتور. يعني انا عندي لو 1 اوفر ال بلس 1 اوفر ام كنت بعمل فيها ايه؟ تعالى هنا على جنب، لو انا عندي 1 اوفر 2 بلس 3 اوفر 4، طبعا بتعملها بالكالكوليتر تريح دماغك. لا انا هنا فيربل بقى هعملها ايه؟ دومينيتور تايمز دومينيتور اند كروس. 4 تايمز 2 ايكوال 8 وما بينهم بلس، 4 تايمز 1 ب 4، 2 تايمز 3 ايكوال 6. بخليهم ذا سيم دومينيتور الاول يديني 10 اوفر 8. هنا نفس الكلام بالظبط، دومينيتور تايمز دومينيتور اند كروس. يبقى انا عندي ال ام بلس ال ام، ام تايمز 1 ب ام، ال تايمز 1 ب ال، يعني ده هيديني اصلا ام بلس ال اوفر ال ال ام، يعني السام اوفر البرودكت. صح ولا لا؟ تمام زي الفل. طب هو انا الصام عندي بايه؟ نيجاتيف بي الصام اللي هو ال ال بلس ام كان عباره عن ايه؟ نيجاتيف بي اوفر ايه. طب البرودكت عندي بايه يا مستر؟ سي اوفر ايه. يعني انا ممكن اللي هو ال ال ام ممكن اشيل ال ال ام واحط سي اوفر ايه، وممكن اشيل ال ال بلس ام واحط نيجاتيف بي اوفر ايه. صح ولا لا؟ يعني انا ممكن اعمل ده فوق اهو وده احطه تحت. طيب يلا بينا. يبقى انا عندي نيجاتيف بي اوفر ايه. مستر الفراكشن وانا عندي كده 2 ديمونيتور الموضوع صعب عليا. خلاص خلاص، خلي الفراكشن دي ديفايدد اهو. ماشي، وهنا سي اوفر ايه. ركز معايا، انت فهمت انا عملت ايه؟ انا الفراكشن ده خليته ديفايدد، والال بلس الام انا جايبها اهو، والال تايمز الام انا جايبها اهو، والفراكشن ده خليته ديفايدد مش اكتر. طب انت كنت في الجونيور كان بيقول لك ايه بقى؟ مش بتعامل مع ديفايدد، انزلها اغيرها بص صغير اهو اشقلبها، يعني الاولى تنزل زي ما هي، الديفايدد يبقى تايمز، وهنا اشقلبه اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل. انا خايف حد يخش عليا وانا بقول كده الاولى ثانوي، واللي فوق ينزل تحت، يبقى A over C. ال A مع ال A راحوا مع بعض، اتفضل لي نيجاتيف V over C. الله الله على الجمال. طب يبقى أنا حليت ده كله بنيجاتيف B over C، بيقول لي بلس B over C. أوبا، أي حاجة بلس الأداة الانفرس بتاعها إيكوال كام؟ زيرو. جميلة المسألة دي، جميلة. انا هنا خليتهم ذا سيم دومينيتور، راجع معايا، خليتهم ذا سيم دومينيتور، دومينيتور تايمز دومينيتور اند كروس، طلعت لي بالمنظر ده. طب انا عارف ان الصام عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي، طب وانا عارف ان البرودكت عباره عن سي اوفر اي. يا مستر ده ما بينهم فراكشن اللي هو ديفايدد، ما بعرفش اتعامل معايا، انزلها اغيرها اشقلبها بتاع جونيور 4، طلع لي بالمنظر ده، ده بلس البي اوفر سي ايكوال زيرو. ركز معايا المساله دي حلوه حلوه حلوه. اوكي انا كده يعتبر لميت كل الافكار اللي على الليسون.
تعال ارتب لك دماغك في اخر الفيديو عشان نخلص من الليسون ده. في الليسون ده انا كان عندي 5 افكار، ممكن يزيد واحدة دلوقتي وحسب الغزالة بقى. طيب كان عندي اول حاجة السرعة العامة الاكويجن في طرف والزيرو في طرف، دي احنا عارفينها. كان عندي رول الصام، الصام كان عبارة عن ايه؟ نيجاتيف بي اوفر اي، تمام. ال اي ده كوفيشن اوف الاكس باور 2، ال بي ده كوفيشن اوف اكس، ال سي ده الابسوليوت تيرم. تاني حاجة كان عندي البرودكت، البرودكت كان عبارة عن ايه؟ سي اوفر اي، تمام. تالت حاجة لو انا كان عندي اديتيف انفرس، one of two roots is اديتيف انفرس، فاكر؟ فاكر؟ كان ساعتها البي ايكوال زيرو اهو. طيب لو انا عندي one of two roots is multiplicative inverse، multiplicative inverse يعني ساعتها كان السي ايكوال اي، تمام. اخر حاجه معايا لو انا عندي one of roots is complex، يعني ايه complex يا مستر؟ يعني في اي، يعني لو كان 3 بلس الاي يبقى الاذر روت اوريدي 3 ماينس اي. تمام كده كل الافكار اللي في الليسون المفروض تبقى معاك. خلاص كده كده الليسون ما فيهوش اي رغي كتير، هتلاقي بقى بيلعب شويه في الحاجات دي، لو ذا ديفرنت دومينيتور اخليهم ذا سيم دومينيتور والحاجات دي. حل كل المسائل اللي في البوكلت وجيبها لي وما لكش دعوه باي حاجه.